يا جماعة كلكم السلام عليكم، لأن فيه تفاصيل وفيه مشريات حتى نتحدث عن 3 نقاط فقط. النقطة الأولى محور سنار وما يجري أو ما جرى، والنقطة الثانية لها علاقة بحمود البيشي الذي غامت الميليشيا به في منطقة ود الحداد، والنقطة الثالثة لها علاقة بتسليم اللي علاقة بتسليم أبو عاقلة كيكل وما جرى في ذلك. وضيف إلى ذلك الميليشيا برضو كمان ما تم في تنبول والهلالية أمس وما جرى في شرف بركات وفي مناطق عديدة أزرق والسريحة، وهذا العتوه اللي اسمه عمر شارون. الشبكة حنتكلم عنها بتاعت سنار، حندي عن الناس برضو عنه أن بعض التفاصيل الغايبة عن أسهال الناس. طيب نبدأ طوالي أخواننا بمحور سنار. سنار طبعا أخواننا الحمد لله رب العالمين صمدت صمود كبير جدا جدا منذ أن دخلت الميليشيا منطقة ود الحداد أو بعد سقوط مدينة ود مدني. وسنار كانت عصية على التمرد الجنود استبسال كبير جدا، وكل المقاتلين قدمنا عدد من الشهداء وعدد من الجرحى، ولله الحمد كانت سنار يعني صامدة. وكانت ليش يمكن كنا في أرقام مع أخواننا في المسيرات، عدد الذين تمهم من الجنجويد في محور سنار كبر العرب ومدلكة مايرنو إلا تلبير يعني يفوق 2000. ركزوا معي في الرقم ده كويس، ده من خلال إحصائية المسيرات أثناء سير المعركة، هنالك مسيرات استطلاعية. طبعا هم الميليشيا دائما بيشيل أولاد المصارين البيض وبتخلي الجنوبيين وبتخلي الحبش وبتخلي التشاديين وبتخلي بعض الجنسيات القير سودانية، لكن أما أولاد العز من نفس قبيلة الميليشيا دي بيسحبوهم على جناح السرعة، ولكن برضو هم مرصودين. يعني أنا قلت لك إنه على أبواب سنار فقط قرابة 2000 مليشي. طيب تحرير جبل موية، في ناس برضو ما عندها تفاصيل كيف تم تحرير جبل موية. يمكن تحرير جبل موية ده ملحمة بطولية فاقت كل الملاحم التي حصلت في هذا الوطن. لو جينا ملحمة بدأت الساعة يمكن الساعة 1:30 صباحا وانتهت الساعة 5:30 باستلام محطة جبل موية ونشر الدفاعات والتقدم قليلا نحو قرية كمر النايل. طبعا يا اخواننا جبل مويد اللي ما لا يعرفون هو سلسلة جبلية، يعني لو جيت حاولت كده بتلقاها 14 كيلومتر دائري، 14 كيلومتر دائري فيها قريبا 12 ولا 13 قرية، ودي طبعا كلها كانت بتمثل حاضنة او يمكن قرية واحدة ولا قريتين كانت بتمثل حاضنة اجتماعية للميليشيا اللي هي قرية البليحاب. بعد ذلك قدمنا عدد من الشهداء، يمكن جبل موية 72 ساعة أو 48 ساعة تم تحرير الجبل بالكامل الحمد لله رب العالمين. والجيش عمل باستراتيجية تختلف عن الاستراتيجية الأولى قبل سقوط الجبل. في المرة الأولى لما سقط كانت الاستراتيجية أو الخطة الدفاعية كانت فطيرة نوعا ما، ولكن هذه المرة أي جنجويدي يقرب لجبل موية بيلقى نفسه في مصيدة. ويمكن شهدنا زيارتين لأعضاء مجلس السيادة، الزيارة الأولى كانت للسيد الفريق أول ركن شمس الدين كباشي الذي كان مشرفا على تحرير جبل موية من ولاية النيل الأبيض، والزيارة الثانية كانت للسيد القائد العام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الذي دار الجبل ولم يدلي بأي تصريح واحد لأجهزة الإعلام، قال نتلاقى قدام وختم زيارته. يمكن الزيارة استمرت 35 دقيقة ومنها غادر إلى مقر إقامته في حاضرة البحر الأحمر والسودان. الناس برضو يمكن تحدثنا مرارا وتكرارا إنه التصوير الجنود أثناء التحرك فيه مخاطر كبيرة جدا، ويمكن الحمد لله قادة المتحركات استطاعوا أن يتلافوا هذه المسألة والتي كانت تشكل خطرا كبيرا على أرواح الجنود وعلى أرواح ضباطنا وعلى أرواح المقاتلين من كافة الوحدات المختلفة
إن كانوا مستنفرين، إن كانوا شرطة الاحتياط المركز، إن كانوا هيئة عمليات، إن كانوا قوات مسلحة، إن كانوا قوات مشتركة. فمنع التصوير تماما، الدليل على ذلك تحرير مدينة الدندر دون أي تصوير حتى تم تحريرها وطرد الأوباش. وكذلك مدينة السوكي التي أيضا تم تحريرها بطريقة برضو صامتة جدا، وده نحن الهدف الأساسي إنه تحرير هذه المدن من الأوباش. برضو سينجا، الناس يمكن في بعض القاويل الآن بتتحدث عن سينجا وما أدراك ما سينجا. أنا حأقول لكم حاجة، إنه يعني سينجا أتوقع بس كسر من الثانية كده أو بس فجأة كده يقول لك سينجا تحررت، لأنه يا أخواننا الجيش شغال بالذات في محور سنار ومحور النيل الأزرق والمحور الشرقي، شقالين باستراتيجية عدم التصوير، أي مباغتة العدو دون ضوضاء. والعدو كل ما يدور في كافة المحاور وحتى تحركات الجيش والفيديوهات في غيره. فلذلك الآن جيشنا شغال بعنصر المباغتة والمفاجأة اللي هو دون التصوير، عدم تصوير أي متحرك أو عدم رفع أي فيديو أثناء سير العمليات العسكرية. ده يمكن في المحور بتاع سنار الآن نطمن الناس، ما زال السكر سنار مسألة، ما زال الزمن ما بتاخد كتير. دي يمكن مسائل كلها. الجيش الآن يحاصر الميليشيا في ولاية الجزيرة، يعني ناس المناقل ضاغطين، ناس سنار ضاغطين، ناس الشرق ضاغطين، هنالك عمل برضو في المحور الشرقي من الناحية الشمالية أو في البطانة، عمل كبير جدا أو يتم الآن، لكن لن نفصح عن ما هو هذا العمل حتى يتم. يمكن الحصل بالنسبة لتسليم كيكل، كان هنالك حسابات أو تقديرات خاطئة وألغت بزلاله. يمكن أنا أول فيديو لقيته لكيكل سلم، قلت نسأل الله إنه ربنا يلطب بهن في تنبول. بالمناسبة الكيكل، الناس حقه تعرف المعلومة دي تماما، إنه ما قام به كيكل في بطون الجزيرة تحديدا، الميليشيا فقدت قرابة 2000 من عناصرها في بطون الجزيرة في مناطق سيطرة ميليشيا الدعم السريع، يمكن في التكينة، في مدينة ود مدني. يعني كان العمل ده عمل قديم جدا، يعني منذ أن دخلت الميليشيا دي مدينة ود مدني كان هنالك تصفية ممنهجة لأبناء الرزيقات داخل مدينة ود مدني وفي عدد من مناطق سيطرة الميليشيا أو عدد من المناطق اللي مسيطرة عليها الميليشيا. فلذلك كانت الميليشيا تتساءل من الذي يقوم هذه القوات. ويمكن بعد تسريب الفيديو الخاص بتسليم كيكل للقوات المسلحة، اتضحت الرؤية للميليشيا إنه من كان يقوم بهذا العمل هو كيكل الذي كان يقوم بعمل استخباراتيا. ما تم في تنبول من جرائم للميليشيا على المواطنين في الشرفة بركات في الهلالية أمس، ده بيديك مؤشر إنه الميليشيا دي كانت يعني غايبة عنها معلومة إنه كيكل عبارة عن غواصة. ولكن الشواهد التي أمامنا الآن هي أن كيكل حتى الآن هو متهم أو يسأل عن أي جزيرة. لأن يا أخوانا الليلة وجينا نحسبها، عملنا مقارنة ما بين البيشي وكيكل، بنلقى إنه كيكل مركب رتبة لواء. إذا حسب العسكرية، ما خلاص أنت ما تعمل لي إنه هي مسألة بتاعتين دي مليشيا، لا أنا بحتبرها كده إنك مركب لك رتبة لواء وما في زول أعلى منك. إذا أنت تسأل عن أي طريقة في ولاية الجزيرة، أنت تسأل عن أي أموال نهبت في ولاية الجزيرة، أنت تسأل عن أي ممتلكات، أنت تسأل عن أي جريمة ارتكبت في ولاية الجزيرة، أنت تسأل عنها. فلذلك مسألة تسليم كيكل كان يجب أن تكون يعني بطريقة أفضل مما تمت. تسريب الفيديوهات هذا ألقى بظلاله سالبة على يمكن مناطق شرق الجزيرة، إن جينا لتنبول، إن جينا لشرف بركات، إن جينا لدلوة البحر، إن جينا لرفاعة، كان جينا للهلالية، ولسه المسلسل ماشي. لكن نبشر الناس إنه الأمور ماشية الآن للأفضل، وإن شاء الله بإذن الله تعالى حيتم يعني
حيتم التعامل مع هذه القوات، القوات المسلحة الآن تعي ما تقوم به، متحركة الآن كبير جدا، يعد لعنصر مفاجأة كبيرة جدا سوف يسمع الناس عنها في غضون 72 ساعة القادمة. ما هو مهم، ركزوا معي في الفيديو بتاع عمر شارون هذا المليشي، هذا الذي غام ب يعني إهانة رجل سبعيني فبهدي لجلحة. فحينما أصبح هذا الفيديو الذي صوره عمر شارون شخصيا ترين، تنصل عمر شارون وذهب للرجل وأحضره وكأن الذي حدث لم يكن. ولكن نحن يمكن في حملتنا ضد هذه الميليشيا إنه قلنا هذه الجملة إلى عمر شارون، نحن لسنا معنيين، نحن فقط معنيين باللقطة الأولى التي قمت بتصويرها أنت، يعني اللقطة الأولى اللي مسكت فيها الرجل لم يلحيته وأهنته، دي هذه اللقطة المعنيين بها. لكن تاني تمشي تجيب الرجل وحتى ينطفط به بالكعبة 70,000 مرة، نحن لسنا معنيين بهذا، نحن معنيين فقط بما تم في هذه أو بما تم في اللقطة الأولى. طيب ده يمكن يا إخواننا في محور الجزيرة، البشريات غادمة، الناس ما تستعجل النتائج، الناس حاول دائما يا إخواننا تصبر. طيب لو لاحظتوا برضو في تسريب فيديو آخر صور رجل صاحب لحية في العربية وهو كان راكب معاون، يتكلم عن تواصله مع حمود البيشي، وحمود البيشي طبعا كان غبا قوسين أو أدنى، إنه حتى قال لهم إنه أنا رسلت لي رسالة، لكن فيما يبدو إنه حمود ما دخل الشبكة. وده الحاصل، يمكن الميليشيا استطاعت، طبعا حمود البيشي هو موجود في منطقة ود الحداد، واستطاعت الميليشيا إنه تلقي القبض عليه. وحسب ما تواصلنا مع أحد المصادر الذين كانوا، كانت الميليشيا تحتجزه وأطلق سراحه، قال إنه سمع خبر من أحد الجنود أو من أحد أفراد الميليشيا يقول لقد تم تصفية حمود البيشي انتقاما لما قام به كيكل من خيانة حسب فهمهم. طيب الناس اللي بيتكلموا عن كركوج وبيتكلموا عن اللكندي وبيتكلموا عن المناطق دي، طبعا يا إخواننا في منطقة اسمها الكماراب أو الكامراب، منطقة دي من الناحية الشرقية لولاية سنار أو شرق النيل الأزرق تحديدا، هذه المنطقة فيها حاضنة اجتماعية كبيرة جدا لميليشيا الدعم السريع. كركوج صحيح فيها جيش، والآن القوات المسلحة تحاصر الميليشيا يمكن في سنجة بالذات من 3 محاور، يعني حتى القوات اللي جمعت في سكر سنار هي بهدف انه تخرج في طريقة الى، مش لفك الحصار، الناس بيقولوا انه لفك الحصار، الميليشيا الان لا تهاجم منطقة فيها جيش اطلاقا، توقف هذا الهجوم يمكن بعد تحرير جبل موية تماما. بعد تحرير جبل موية يمكن حصل حدث مهم جدا اللي هو قطع خطوط الإمداد بالنسبة بالمناسبة حتى القوات اللي بتجي من الجزيرة من شرق النيل كانت بحجة أنه تعمل دفاعات في مناطق أخرى، ولكن الهدف الحقيقي يمكن حسب ما تابعنا في أخواننا في الزمالي المنطقة الحدودية لولاية سنار، قالوا أن أعداد كبيرة من الميليشيا تترك عرباتها في مناطق مختلفة وتسهب إلى دولة جنوب السودان الرنج. ويمكن حتى تواصلنا مع أخونا سايمون من أبناء مدينة الرنج وهو كان يجمعنا به العمل الرياضي في نادي المريخ، قال أن المراكب تعمل على مدار اليوم تقوم بترحيل عناصر كبيرة من الميليشيا تقطع البحر من الناحية الغربية لتذهب إلى البحيرات ومنها إلى مناطق أو مناطق الحواضن الاجتماعية بتاعتهم في ولاية شرق دارفور، وأيضا في مناطق تواجد الميليشيا في إقليم دارفور. طيب إذن الميليشيا الآن لا تستطيع أن تهاجم الجيش، ولكن تستطيع أن تهاجم المواطنين العزل الأبرياء الذين لا يملكون سلاح وتقوم، ولذلك هنالك مخطط كبير جدا، وهذا المخطط تشترك فيه الجبهة البدنية تغزم، وده يمكن يا إخواننا عشان الناس برضو تربط المسائل ب المسائل برضو ب
تربط مع بعضها البعض. الميليشيا حينما تعتدي على المواطنين الأبرياء العزل وتقوم بهذه الجرائم، ما هو أصلت الميليشيا دي بتقوم توسخ دائما جرائمها بنفسها. يعني أصلا إحنا يا جماعة في حياتنا العادية لما أي مجرم يعمل له جريمة ما بوسغها، لكن أول مرة أجد منذ فض الاعتصام ألقى إنه الميليشيا دي عقليتها تختلف عن عقلية أي جيش، وده بيديك انطباع إنه هذه الميليشيا لا تؤمن بالقوانين ولا الحدود بين الدول. ودين طبعا يا أخواننا تم إطلاق يمكن عرب الشتات اللي هو التدفق من طبعا ده مخطط كبير جدا. لو جينا منذ عام 76 حربهم اللي كان قائدهم أحمد أصول في تشاد، وقام ضربهم ضربة قوية جدا، تشتت جزء مشى العمق الليبي، جزء مشى بانجي، جزء مشى النيجر، جزء مشى ميالي، جزء المهم، وأصبح يشكل خطر كبير جدا على الاستثمارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين قناة الأخبار 24، يسعد الله نهاركم وصير وقادكم بكل خير، الرحمة والمغفرة لشهداء مريت الكرامة من الأذكرين والمدنيين وشفاء الأجل الجرحى ووضع ميدا للمفقودين والنزر للقواتنا المسلحة ثم ملمان. قال ياسر أرمار رئيس الحركة الشعبية طيار الثوري نهب الوطن من بارودات الفلول وغدتهم التي تغزت من كافة حروب السودان ومن الشفاف الذين جرفوا ذاكرة البيوت قبل الدولة، ستذهب جرائم الحرب إلى المصبلة التاريخ وسيرجع النازحون لبيوتهم وقراهم ومدنهم، سيعود اللاجئين جيلا جديدا، دول تصنف الفقراء وتقوم على المواطنة بلا تمييز، وسيعود للريف وجه المنتج وتفتح المطاهف وضمنها متحف جرائم الحرب، ويسعى ترتيب دور الوثائق في كل المدن. وفي خبر آخر، سفير السودان لدى جيبوتي محمد سعيد حسن يبحث مع السفير الأمريكي بجيبوتي تطورات الأوضاع في السودان والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي خبر آخر، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو القيد ما وصفها بانتهاكات الدعم السري لحقوق الإنسان في ولاية الجزيرة بالسودان على مدار الأيام السابقة، وأشار في بيان للمتحدث باسم جامعة الدول العربية إلى أن هذه الانتهاكات شملت بحسب التقارير الأممية عمليات قتل للسودانيين ونهب الأسواق والمنازل وحرق المنازل على نطاق واسع وارتكبتها قوات الدعم السري. شكرا جزيلا أعزائي المتابعين قناة الأخبار 24، دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.